السلام عليكم ورحمة الله. إليكم واحدا من أحمق وأجهل من رأيت ممن يتصدر المناظرات. اضطر هذا الأحمق أن يصف إبليس بأنه اسم من أسماء الله، ذلك عندما ألزمته بأن أسماء الله هي عين ذاته في مذهب الشيعة. هم يقولون أسماء الله عين ذاته، لكن في نفس الوقت يقولون كما في كتاب الكافي: نحن والله الأسماء الحسنى التي أمر الله أن يدعى بها. إذن أسماء الله عين ذاته، والأئمة هم أسماء الله، إذن يلزم من ذلك أن الأئمة هم الله، لأن أسماء الله عين الله والأئمة أسماء الله، فيلزم أنهم هم الله. فقال بأن الرواية تعني أنهم دلالة على عظمة الله وعلى قوته وخلقه للمخلوقات. فقلت طيب، يعني إبليس كذلك، طريقة خلق إبليس من نار دلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فما الفرق بين الأئمة وبين إبليس في هذا الأمر؟ ولم أكن أصدق نفسي أن أسمع أحمقا يأتي ويعلن أن إبليس يمكن أن يكون اسما من أسماء الله. نعم، قد فعل هذا الأحمق المسمى بالقدس أو البهبهاني وهو يتواجد في غرفة الثقلين وغرفة الغدير، فعل ذلك، فزعم أن إبليس اسم من أسماء الله. لما شنعنا عليه وانتشرت هذه الحماقة بين الشيعة وكانت مهزلة لدينهم، اضطر مرجعهم الطباطبائي والسيستاني أن يصدر فتوى كل منهما بأنه جاهل. وتعجب من هذين المرجعين العظيمين أن يصفاه فقط بالجهل وليس بالكفر، وقد اجترأ على الله ووصف إبليس بأنه اسم من أسماء الله، فكيف يقتصر على وصفه بالجهل دون الكفر؟ علامة استفهام. نترك التعليق للمستمع والمشاهد، استمع إليه الآن وهو يصف حبيبه وصاحبه إبليس بأنه اسم من أسماء الله. إبليس اسم من أسماء الله، ولكن اسم قد ظل وفسد ولم يكن اسم حسن. الاسم بمعنى الدال، والسماوات دلالة على وجود الله بحسب السماوات، والنجوم دلالة على وجود، وهذه كلها أسماء الله، أي دلالات أخي الفاضل. وإبليس دلالة على وجود الله، لأن الله هو خالق حسب إبليس. لازمك الآن يا أستاذ حسين أن إبليس أيضا هو أسماء الله الحسنى. انتبه، الرواية تقول نحن أسماء الله الحسنى، فأنت تقول كل شيء في هذا الكون، نعم، هو يدل على أسماء الله الحسنى. نحن استفدنا منك اليوم كثير أنه حتى إبليس يدخل في قول الأئمة نحن أسماء الله الحسنى. تفضل المايك معك. وإبليس الأئمة اسم من أسماء الله واسم حسن. أنا أقول أسماء الله أي دلالة على وجود الله، وإبليس هو مخلوق من مخلوقات الله ودلالة على وجود الله، هذا معناه، ولا تحرف كلامي. أولا، اللفظ الذي ورد نحن أسماء الله فيه تخصيص الأئمة، وفيه في الحقيقة يعني أريد بهذه الرواية إعطاء مزية وفضل لهم على الآخرين، وأنت الآن طيرت هذا التفضيل وهذا التخصيص ومنحته لإبليس. شكرا لك. طيب، لكن الأئمة ما قالوا نحن أسماء الله الحسنى التي أمر الله أن يعرف بها، وإنما قالوا نحن والله الأسماء الحسنى التي أمر الله أن يدعى بها. يدعى مش يعرف، يعني تقولون للحسين مثلا يا ودود يا رحمن يا غفور يا رحيم يا خالق يا رازق يا متكبر، اي نعم، هذا معناها، يدعى بها مش يعرف بها. شو خصنا بالدلالات والمعرفة وما المعرفة، الكلام الفاضي والتخبيص، انت واحد مخبص. الكلب اسم دال على ان الله هو خالقه. هل يمكنك ان تعطيني نعم من اللغة؟ نعم، اهل اللغة دائما يقول والله انا انتظر وجه فلان. أقول ناظرة أي منتظرة، مو معنى الوجوب. وانظر إلى حمارك، لا يكون فهمك أنت يعني انتظر حمارك،
ليكون عندك يا أستاذ حسين، وانظر إلى حمارك، يعني انتظر حمارك.